كتير من الناس بيصدقوا في الخرافات والحاجات الغريبة اللي ممكن تفتكر إنها مش حقيقية، خصوصاً إن أغلب الحاجات دي ملهاش أصل علمي أو حتى ديني. ولحد النهاردة في ناس مش بتحب حتى إن القطط السودة تعدي من قدامهم، أو مجرد إنهم يشوفوا خنفسة فيفتكروا إن في شخص ممكن يموت. ودايماً أغلب اللعنات والخرافات المنتشرة من مئات السنين كانت مرتبطة بعدد من الحيوانات والطيور والحشرات. البومة من الطيور اللي بينظر ليها على إنها رمز للحكمة، لكن في شرق أفريقيا في بلدان زي زيمبابوي لحد جنوب أفريقيا للأسف الطيور الليلية الجارحة سمعتها غير طيبة، وبتقول بعض الخرافات إن الموت بيكون قريب لما تهبط بومة على سطح منزل أي شخص مسن، وبيروح البعض إلى أبعد من كده بالدعاء تاني وهو إن البومة تعتبر رسل للصحراء أو حتى الوسيط اللي بيتم بيه نقل لعنة الصحراء إلى الضحية. وبسبب السمعة المشؤومة غالباً ما بتقتل العديد من البوم عند رؤيتها أو تسمم إذا تم اكتشاف عشها. الخنفساء خصوصاً نوع معين منها عنده عادة غريبة جداً، وهو إنه بيضرب راسه في أي مكان محيط بيه علشان يلفت الانتباه للتزاوج، وده بيسبب ضوضاء وصوت عالي بيعتبره البعض إنه صوت الموت، لدرجة إنه بقى اسمها خنفساء ساعة الموت، ولما يشوفوا خنفسة أو يسمعوا صوتها يعتقدوا إنه في شخص هيموت. القطط السودا ودي من أشهر الحيوانات اللي تعرضت لعديد من الاتهامات وطالها أذى كبير. في أوروبا في العصور الوسطى في عمليات صيد دموية نتيجة ارتباط القطط السودا بالصحراء أو المتهمين بممارسة السحر، وكانوا بيعتقدوا إنه غالباً بتشير مشاهدة قطة سودا إلى أن ساحرة تعيش في مكان قريب ويجب التخلص من القطة والساحرة. الغربان من الطيور اللي ليها حكاية طويلة مع الخرافات خصوصاً في إنجلترا، ومشهور إنها بتضمن أمن المملكة المتحدة. يعني إيه الكلام ده؟ في خرافة إنجليزية بتدعي إن لو عدد الغربان في برج لندن عددهم أقل من 6 هتسقط إنجلترا، ودي خرافة بدأت في منتصف القرن 17 لما حذر عراف مجهول الملك تشارلز الثاني من إن الغربان اللي بتعشش في المرصد الملكي بحاجة إلى البقاء طوال الوقت لضمان أمن إنجلترا. وواضح إن الخرافة دي بيعملوا بيها لغاية دلوقتي، وخلال القرون الأربعة الماضية حرص المسؤولين دايما على وجود 6 غربان في البرج، لا وكمان بيقصوا أجنحتها علشان يقللوا من قدرتها على الطيران، وتفضل موجودة في البرج وتطير حواليه وترجع تاني. قولوا لنا في التعليقات هل بتؤمنوا بأي حاجة من الخرافات دي ولا لأ؟